السلام عليكم. واحد من الثينكينج تكنيكس اللي هنتكلم عليهم النهارده اللي هو الانكريمنتال ثينكينج. الانكريمنتال فكرته سهله وبسيطه، بيعتمد على فانكشن لو عرفت تمبلمنتها تقدر تكتب انكريمنتال الجوريزم للبروبلم اللي انت بتحاول تحلها دي. فكره الالجوريزم ببساطه ان احنا بنعمل بروسيسنج للانبوت ستيب باي ستيب انكريمنتالي كده، كل مره بنحاول نابديت الريزلت بتاعت الزيت اللي فاتت، مره تانيه بنمشي ستيب باي ستيب بنحسب الانسر لحد الايث ستيب ونسال نفسنا هل الاي بلس 1 ينفع نحطها ولا لا. على سبيل المثال مثلا تخيل ان احنا محتاجين نعمل سورتنج الجوريزم، معانا ان من الارقام محتاجين نسورت ان من الالجوريزم. خلاص علشان افكر انكريمنتالي بسال نفسي السؤال، لو انا قدرت ارتب اول ام elements ومعايا الام بلس 1 element، هل اقدر ابديت الليسته بتاعتي صح ولا لا؟ لو عرفت تجاوب على السؤال ده يبقى احنا نقدر نبتدي باول element ونحط التاني في مكانه الصح والتالت في مكانه الصح وهكذا. خلاص يبقى الفكره دايما في الكويشن دوت، جيفن ان احنا معانا اول ام ايتمز اتظبطوا حصل لهم بروسيسنج صح، تعرف تهندل الام بلس 1 لو عرفت تلاقي الاجابه ده يبقى خلاص. تعال ناخد مثال، تفترض ان احنا عايزين نرتب الاري 10 2 7 4 15. خلاص فانا هفكر بالمنظر الاتي، تعال نفترض ان احنا مرتبين اول ثلاثه اليمنتس مثلا، يعني معانا ال 2 7 10، هل تعرف تحط الاليمنت الرابع في مكانه الصح اللي هو في حاله 2 4؟ الاجابه افضل حرك الرقم ده لورا لورا لحد ما تلاقي مكانه المظبوط، يعني مثلا في الاول 2 7 10 4 لسه، لان الاربعه اصغر من ال 10، بعد كده دخلوا جوه شويه 10 4 7 2 لسه، لان الاربعه اكبر من الايه؟ اصغر من 7، بعد كده حركوا كمان شويه 10 7 4 2، كفايه كده. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا لو كنا عرفنا نرتب اول ام elements نقدر نضيف الام بلس 1 element في مكانه الصح، وبمجرد ما اننا ضفناه في مكانه الصح هات الام بلس 2 element وضيفه في مكانه الصح وهكذا. من هنا جت فكره الانكريمنتال، ان انا بقدر ابديت الاولد ستيت بالنيو ايتم اللي معايا. خلاص الالجوريزم اللي احنا عملناه ده اسمه انسيرشن سورت الجوريزم. خلينا ندي مثلا مثال من العالم بتاع البروبابيلتيز. تخيل ان احنا معانا اري، خلاص، وهنعمل كي سواب اوبريشنز، يعني انا هختار راندوم كي سواب اوبريشن يونيفورم كي سواب اوبريشن، وبقول لك الاري الاكسبكتد هيبقى عامل ازاي، الاري الاكسبكتد هيبقى عامل ازاي. لو عايزين نفتكر الاكسبكتيشن اوف حاجه، اكسبكتيشن اوف اكس كان بيساوي السميشن اوف اكس تايمز بروبابيلتي اوف اكس، يعني مجموع كل ايفنت ممكن يحصل في احتمالات، في احتمال ان الايفنت دوت يحصل. خلاص طيب انا انيشيالي لو اري دلوقتي السؤال هيكون كالاتي، لو انا عايز افكر انكريمنتال، لو انا معايا الاري الصحيح الاكسبكتد اري بعد ام ستابس او ام سوابس، يعني هل اقدر ابديته بعد الام بلس 1 سواب 1 انذر مور راندوم سواب ولا لا؟ هل اقدر ولا لا؟ لو لقيت اجابه على السؤال ده يبقى انت تقدر تعدي فروم 1 تو كي تابديت الاري بسوابايه لحد ما توصل للايه؟ الانسر. خلاص طيب تعالى طيب يبقى الفكره كلها ان احنا معانا اري وعايزين نابديته بوان ستيب. تعالى نفترض ان الانيشال اري مثلا اي بي سي دي، خلاص، وتعالى نفترض ان احنا هنحسب الاثنين بروبابيلتي، بروبابيلتي ان الايتم يحصل له سواب سميها بروب 1، وبروبابيلتي ان الايتم ما يحصلوش سواب. خلاص بروبابيلتي ان الايتم يحصل له سواب هو واحد على عدد البيرز المختلفه عندك، يعني ممكن الاي والبي سواب والاي والسي الاي والدي البي والسي البي والدي سي والدي، دي عدد السوابس اللي ممكن تحصل، يبقى واحد عليهم بروبابيلتي ان يحصل سواب وهكذا. خلاص طيب اول ايتم ده لو انا عايز احسب الاكسبكتد فاليو بالنسبه له بعد وان ستيب ايه اللي هيحصل؟ قدامه حاجه من اتنين، ما احنا قلنا هو السمشن بتاع كل ايفنت في بروبابيلتي الايفنت، يبقى يا اما يسواب مع البي يا اما يسواب مع السي يا اما يسواب مع الدي يا اما ما يحصلوش سواب اساسا، يبقى انا عندي اربع ايفنتس هنا. خلاص يبقى البروبابيلتي بتاعت البوزيشن ايه؟ هو ايه في بروب 2، يعني هو بس من غير سواب، او يتسواب مع الاولاني او يتسواب مع الثاني او يتسواب مع الثالث. طيب والاكسبكتد بتاع البوزيشن الثاني اللي هو ده اسمه ايه شرطه اللي هو نيو ايه، وده البي شرطه، هو يا اما ان هو يحصل له سواب البي بقى البي الاكسبكتد الجديد، يا اما يحصل له سواب مع الاي يا اما ما يحصلوش سواب خالص، يا اما يحصل له سواب مع السي يا اما يحصل له سواب مع الدي. يبقى بالمنظر ده انا عرفت جيفن ان اري ازاي اقدر اعمل له ابديتنج بوان سواب واشوف الاكسبكتد اري عامل ازاي. يبقى انا اقدر ريبيت الكلام ده ايه كي تايمز. طيب احيانا الانكريمنتال ثينكينج بما انه هو اساسا يعني جروينج اب الجوريزم، احيانا كتير بيحتاج انك انت تعمل سورتنج للداتا بتاعتك، يعني قبل ما تبتدي يعني
تابلاي الانكريمنتال وان ستيب باي ستيب. احيانا بتحتاج تعمل داتا سورتنج احيانا يعني. واحده من اشهر المسائل على كده الكونفكس هال بروبلم، احنا لسه ما خدناش ناخدها في الجيومتري ان شاء الله، بس هي يعني مفاداها ان احنا معانا ان بوينتس في السبيس وعايزين نلاقي كونفكس هال اللي هو يعني بوليجون تايتلي انكلوزنج كل البوينتس دي خلاص. فلو انت حاولت تقول لو احنا لقينا الكونفكس هال بتاع اول ام بوينتس هل اقدر اضيف الام بلس 1 بوينت؟ الاجابه هتكون لا. لكن لو انت عرفت لو رتبت البوينتس ريليتيف مثلا للليفت موست بوينت وجيت تعمل الاوبريشن ابديت هتلاقي ان الاوبريشن ابديت ايه دوبل يعني، احنا بناخدها بعدين باذن الله. مثال تاني بيقول لك ان احنا معانا مجموعه من السكويرز بالمنظر ده من ماينس ار وماينس ار لحد الار وار، ار ده رقم هيديك مجموعه من الايه من السكويرز، كل سكوير هنرمي يعني هنزرع راندملي في بوينت معينه بومب يعني هنحط قنبله يعني خلاص. وبيقول لك ان الباور بتاعت بوينت هي الاكس سكوير، والاكس دي هي عدد الايه النمبر اوف بومبس ان ا بوينت. يعني احنا مثلا لو هيبقى عندنا اتنين سكوير هيختار راندوم لوكيشن في السكوير الاولاني وراندوم لوكيشن في السكوير الثاني ويزرع في كل واحده بومب. لو فرضنا ان الاتنين بومب دول اتحط القنبلتين اتحطوا في نفس المكان يبقى الباور بتاعهم هو عدد البومبس سكوير اللي هو هيبقى اتنين سكوير حالتنا اربعه وهكذا. بس هي الفكره ان الاماكن دي بتختار راندوم في كل سكوير، فبقول لك التوتال باور بتاعي عامل ازاي؟ لا اسف، الاكسبكتد باور بتاعي عامل ازاي؟ الفكره ان احنا محتاجين نرتب الريكتانجلز دي من الصغير للكبير. لما تيجي تفكر كده هل يفرق في حاجه ان هو يرمي في الاولاني وبعد كده في الثاني او في الثاني وكده الاولاني؟ الاجابه لا. لكن احنا لو رتبنا الريكتانجلز دي هنعرف نديفلوب ان انكريمنتال الجوريزم، هتبقى فكرته ببساطه لو احنا معانا الاكسبكتد باور من اول ام ريكتانجلز هل نعرف نابديت بالريكتانجل اللي بعد كده؟ الاجابه اه. جايه ازاي؟ ولنفترض ان دلوقتي كان في مكان اتحط فيه اكس بوبس خلاص، يبقى هو كان عامل اكس سكوير، ودلوقتي مثلا خلاص المكان دوت فرضنا ان راندوملي هيقع فيه كمان بوم، يبقى بقى جواه كام واحده؟ جواه اكس بلس 1 سكوير، يبقى الباور بيزيد بقد ايه؟ بيزيد باكس بلس 1 سكوير ناقص اكس سكوير خلاص، وتحسب البروبابيلتي بتاعت الاكس والايه والضرب. انا ما يهمنيش انك تكون فهمت الفكره يعني، بس يهمني انك تفهم حته ان السورتنج دازنت افكت الانسر، وانك لو رتبت وبدات تفكر هتلاقي انك عارف تحسب الايه الاكسبكتيشن دي خلاص. في بعض الحالات النادره يعني الانكريمنتال الجوريثم ممكن يبقى ايه مثلا بيحاول انكريمنت بطريقه معينه فالاوردر بيبقى كبير، فيكون ترتيب الانبوت زي اللي فات ده ما يفرقش معانا، والانكريمنتال الجوريثم ما بيعتمدش على اي ترتيب، فاحيانا بيكون الراندمايزيشن بيفرق يعني. اخر حاجه احيانا العمليات بتاعت الابديت دي بتبقى سيستماتيك يعني ايه؟ خلينا مثلا ناخد المثال بتاع السوابس اوبريشن دي. لما تيجي تبص على عمليه الابديتس هنا هتلاقيها بتحصل بصوره فيري سيستماتيك، صوره فيري سيستماتيك. انا اساسا اقدر اقول لك السطر ده انت الظاهر ان هو هيتجمع في لوب واحد، الاجابه لا، ده هيتجمع في سطر في طريقه واحده بس. ليه؟ لو لاحظت كلهم بيتضربوا في بروب 1 ما عدا واحده بس اللي هي القيمه نفسها بتتضرب في بروب 2. يعني احنا لو مجمعين البي والسي والدي دول نقدر نجمعهم ونضرب في بروب 1، فهنقدر ايه نقدر دي الاخيره دي بروب 1 برضو. في هنا حاجه غلط، ايه هي؟ ايه في بروب 2؟ ماشي، عشان بروب 2 دي صح، وده 1 وده 1 ودوت ودوت 1 ودوت 1 2 2 1 1 1 خلاص. اللي بيتغير بس اللي مش بيحصل له سواب بس هو اللي بيبقى في بروب 2. الفكره هنا ان السطر ده بينفع يتعمل في عمليه واحده. لو بصيت يعني بعدين هناخد حاجه اسمها ماتريكس باورنج، البتاع دي بتحصل بصوره فيري سيستماتيك، فاحنا نقدر نحسب ده كله بحاجه اسمها ماتريكس باور. بس خلاص. هو الانكريمنتال الجوريزمز مش حاجه بتيجي كتير يعني، لكن الفكره انها لو جت انت بتعرف تانفستيجيت الموضوع بوان كويشن زي ما اتفقنا، هل نعرف نابديت الانسر للام بلس 1 ستيب ولا لا؟ لو عرفت الديفلوب الالجوريزم ده يبقى انت عرفت تعمل انكريمنتال. سلام عليكم.